السلام عليك يا عم ابو جمال، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. عم ابو جمال، بعدك عم تقرا القران؟ يوميا. غدا عم توصل، غدا عم تقرا اليوم؟ كله امرار مرتين بالنهار. الله اكبر، مرتين بالنهار امرار. نهار وبالبيت مرتين بالنهار. من اي ساعة لاي ساعة تقرا؟ من الساعة 2 قبل الظهر للساعة 22. بخذ مرة او مرتين بالنهار. الله يعطيك العافية ويسلمك. يجزيك الخير يا رب. شو بدك تسأل عمو جوهر؟ هات لشو. كم ساعة بياخذ تقصد عمو جوهر؟ كم ساعة بياخذ معنا تقصده؟ حجب مقوم واشتغل واعمل 8 ساعات بعمل. 8 ساعات تقصد؟ 8 ساعات. ما شاء الله. مع الأوامر عاد كلها 8 ساعات. ما شاء الله. استنى شوي.